بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكره ان شاء الله احلى. كل واحد فينا ليه حياته الخاصه اللي بيعيشها بالشكل المناسب ليه هو بس. قراراته، انفعالاته مش بالضروره تكون نفس قرارات اللي بياخدها كل الناس، لان اي قرار سواء صح او غلط بيكون نابع من الظروف المحيطه بالشخص نفسه. قراراته بتكون ناتجه عن تكوين شخصيته، بتكون ليها علاقه بالناس اللي متعلقه في رقبته، بتكون على اساس مادياته وشكلها ايه. للاسف كل الحاجات دي بتكون تايهة عن ناس كتير وهي بتدخل في حياة الناس التانية، تبدأ تصدر أحكام عليهم من غير ما يعيشوا نفس ظروفهم ومن غير ما نحس باللف على رقاب بعض حبل يخنق بحجة الناس هتقول إيه وشكلك هيبقى إزاي. نسينا إن في حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى إدانا حق الاختيار بعد ما بين لنا الطريق الصح والطريق الغلط. كل واحد فينا سواء مسؤول أو شخص عادي لحياته الخاصة اللي ليها حرمات ما ينفعش حد يقتحمها، حرمة العرض، حرمة البيت، أداب يمكن وسلوكيات كتير قوي مع الوقت غابت عن المجتمع، خصوصا بظهور مواقع التواصل الاجتماعي. أداب وأخلاقيات اتكلم عنها سيدنا داود عليه السلام لما اتنين رجالة اقتحموا عليه خلوته. تعالوا نشوف مع بعض كان رد فعله إيه، وليه اقتحموا عليه خلوته، وكانوا عايزين منه ايه، وتفاصيل كتير هنتعلمها ونتكلم عنها ان شاء الله النهارده مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر من علماء وزاره الاوقاف والازهر الشريف. وان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنه مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي امين. امين امين يا رب. يعني ناس كتير ممكن تتدخل في حياة ناس تانية وتتدخل بقلب جامد قوي يعني وبصدر مفتوح جدا وكأنها عايشة لحظاتهم والمواقف بتاعتهم، ومحدش بيبقى واخد باله ولا دريان المواقف دي شكلها ايه، الشخص ده اتحط في الموقف ده ليه، الشخص ده اضطر للموقف ده ليه. اقتحام حياة الغير حسبها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انشأ وبرى وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة اذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، خلق آدم من تراب ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل ابراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بمعجزات تبهر الورى، وأرسل عيسى بالآيات لأولي النهى، وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى وبعد. اسمح لي قبل ما جاوب على سؤال حضرتك وندخل في حلقة النهاردة، أنا أحمل رسالة للمشاهدين جميعا، ورسالة دي مهمة جدا في التوقيت اللي احنا بنعيشه ده. الحقيقة ان احنا أصحاب رسالة، وما دمنا أصحاب رسالة وبرنامج ليه هدف، فأنا حابب أقول للناس إن إحنا النهاردة على مشارف نهاية عام ميلادي وبداية عام جديد، ودايما الآفة التي طرأت على مجتمعاتنا السؤال الوارد هو يجوز لينا أن نهنئ إخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد؟ الحقيقة إن مش يجوز، بس ده أمر مستحب، ونحن نتودد إلى الله ونتعبد إلى الله ببرهم وبودهم. الكلام ده أنا ما بقولوش من عندي، إنما ربنا في القرآن الكريم قال آية جميلة قوي يا ريت نفهمها. ربنا قال كده: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومعنى تبروهم وتقسطوا إليهم يعني تعاملوهم معاملة حسنة، يعني تحسنوا إلى من أحسن وتعفوا عمن أساء منهم. واحد من اللي هيسمعني دلوقتي، وإحنا عندنا دايما حاسة النقد عالية جدا، وكل واحد دخله قاضي صغير مش داعية، فالمشكلة يقول لك يا عم الشيخ طيب إحنا كده مش بنكرهم على اللي هم عليه؟ يا سيدي في فرق بين التهنئة وبين الإقرار. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة جميلة قوي، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نصارى بني نجران داخل المسجد النبوي. هتقولي أي إمام النهاردة يستجري يعمل، أو أي داعية يستجري يعمل الحركة دي؟ سيدنا النبي يستقبل وفد نصارى بني نجران داخل المسجد النبوي، مش كده وبس، ويصنع لهم الطعام بيده
مش كده وبس، ويؤدون الصلاة إلى بيت المقدس في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى ده كان إقرار من النبي على عبادتهم؟ أبدا. هناك فرق بين البر وحسن المعاملة وحسن المواطنة وحسن المعاشرة، وهناك فرق بين العبادة. افصل بين ده وبين ده. وأول من وضع دستور المواطنة كان هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عن سيدنا عمر اللي معروف بقوته وبشدته ومعروف بحكمته. مر في مرة فلقى بيت كده هيقع، فسأل البيت ده بتاع مين؟ قالوا له امرأة مسيحية نصرانية من رعاياك. فسيدنا عمر أرسل سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو ذر معاهم تكليف، يلا رمموا البيت ده ونكسوه ورجعوه لأحسن مكان. فدخلوا الاتنين وحانت صلاة العصر، فسيدنا أبو ذر بيسأل سيدنا عبد الله بن عمر هنصلي هنا؟ ينفع نصلي هنا؟ فالمرأة المسيحية سمعت هذا فقالت يا أبا ذر قل لصاحبك نقي قلبك واستقبل قبلتك وعظم ربك واخشع في صلاتك، تقبل الصلاة في أي مكان. شوفي، فسيدنا عبد الله بن عمر أو سيدنا أبو ذر قال لسيدنا عبد الله بن عمر خذها ولو من غير فقيه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ واحد يقول لي يا عم الشيخ إما العقيدة الولاء والبراء فين؟ يا سيدي أنت بتقول مصطلحات ما أنتش فاهمها. الولاء والبراء دي عقيدة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، إنما ربنا أمرني أنا في الدنيا دي بتعامل معاملة، الدين المعاملة. وعايز أحط نص بعينك قوي إن المستأمن على سر الهجرة كان مسيحيا، مش كده ولا ايه؟ ها سيدنا عبد الله ابن أريقط، ها يقال انه اسلم بعد ذلك ويقال انه لم يسلم. الملك مصر لما بعت طبيب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مسيحي. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الطبيب المشهور عنده في العرب جدا الحارث ابن كلدة كان نصراني. انا بقول ليه الكلام ده؟ لان لما طرأت علينا الافكار الغربية الهدامة التي تريد ان تمزق مجتمعاتنا وان تنشر فيه العنف وان تنشر فيه كل سوء وكل شقاق ونفاق وسوء اخلاق، بدأنا نسأل. لكن انا بيعجبني بيتين للشاعر كده جمال قوي. الشاعر كان راجل جميل قوي، عدى فبيسأل قبور مين دي؟ قالوا له قبور المسيحيين، ودي قبور المسلمين. فانشد يقول ايه؟ هذه قبورهم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وحق وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار سلاما. الدين للديان جل جلاله. صحيح. لو شاء ربك وحد الأقوام. في عجالة برضك، انت عارفة في مصر هنا طول عمرنا ناس فتوات، ففي عهد سيدنا عمرو بن العاص المصريين المسلمين خدوا حتة أرض من راجل مسيحي وبنوا عليها مسجد، اغتصاب كده وفتوانة واللي عندك يعمله. فالراجل رفع الأمر لسيدنا عمرو بن العاص وطلب أن يحكم في القضية مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمرو جهز الطرفين وبعتهم لسيدنا عمر بن الخطاب اللي هو استقبلهم وأضيفهم 3 أيام، وبعدين غاية الأمر هتاخد تعويض، أصل المسجد اتبنى وبنصلي فيه. فخرج سيدنا عمر بعد ما سمع القضية بأطرافها وقال أرى أن يهدم المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة في أرض اغتصبت من صاحبها حتى ولو كان على غير دين الإسلام. فالرجل المسيحي ضرب أروع الأمثلة في التسامح وقال والله يا أمير المؤمنين ما جئتك من مصر إلى هنا لتهدم بيتا يذكر فيه اسم الله، ولكن أردت أن أعلم المسلمين سماحة إسلامهم، أشهدك أني تصدقت بالأرض على إخوان المسلمين. فأنا من هذا المنبر الإعلامي المحترم أهنئ كل إخواني، ولما بقول كل إخواني لأن هم إخواني في المسيحية، إخواني في الإخوان في المسيحية هم إخوان في الإنسانية. ليه؟ لأن كلكم لآدم وآدم من تراب. خلي بالكم من دي كويس قوي، نبص للنظرة اللي حضرة النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم. لأن لما احنا تخلينا عن سيرة النبي ولما تخلينا عن دروس النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا نتعلم احنا فكر متطرف غير حياتنا وغير ديننا. فمن هذا أنا هضم صوتي لصوتك وهقول لك بقى على حاجة. أنا جيراني وأنا طفلة صغيرة كانوا مسيحيين، وهم اللي مربيني
ويعني في منهم توفاهم الله وفي لسه موجودين، وانا هقول لهم وهقول لكل الاخوه المسيحيين كل سنه وانتم بالف خير، يا رب سنه سعيده عليكم يا رب، يعني ربنا يجعلها كلها خير ونجاح وحب وامل، وان شاء الله بكره على مصرنا باكملها. طبعا كل على مصرنا باكملها. لماذا؟ لان العيد عيد على مصرنا باكملها، ومصر بمسلميها ومسيحيها صحيح. وجميع طوائفها. وعايز اقول لك انا من يومين أعظم مكالمة استقبلتها أنا على نفسي كانت من أخ ليا حبيب راجل مسيحي بيدعوني وبيفكرني بالعيد، أنا مستنيك عشان تيجي تهنينا زي ما هي عادتك. قلت له أنا سبت مسجد سيدنا السلطان أبو العلا ورحت مسجد ستنا سيدة زينب، أنا سبت المنطقة. قال لي آه أنا متابع بس أنا مستني معايدتك أنت ليها طعم تاني خالص علينا. فده بيورينا أن الدين المعاملة طبعًا. بغض النظر طبعًا. عن الديانة، فياريتنا نتعلم دي رسالة الإسلام السمحة بعيدا عن تطرف الإرهاب. وأشهد الله أنا بقول الكلام ده من تلقاء نفسي، لا المذيعة تعرف ولا القناة تعرف وبما ولا إني البرنامج يعرف، أنا بقول الكلام ده معذرة ولا حد أملاه عليا ولا أنا خايف من حد، إنما أنا لأني تحملت في البرنامج ده إن أنا أفهم الناس دين صحيح، فبقول لكم بالله عليكم يا ريتنا نتحلى بسماحة الإسلام. أنا هأجل لك موضوع الحلقة ده، ده احنا نخش الحلقة لا مش هندخل فيها، هناخد تليفونات وهنكمل عن السنة الجديدة. يا دنيا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا دنيا. لو سمحت أنا عندي سؤالين. اتفضلي. أنا متعودة إن أنا أصلي قيام الليل كل يوم. ما شاء الله عليك. بس في يوم نمت وصحيت الساعة 6 الصبح. هل إن أنا أكمل عايزة أصلي قيام الليل ما ينفعش ولا أصلي فجر عادي؟ طيب حاضر، وسؤالك التاني ايه؟ والسؤال التاني عايزة اعرف الصور اللي بتتعلق على الحيطان حرام ولا حلال؟ يعني حاضر انا بعلق صوري صور ستي صور بابا كده يعني. حاضر يا حبيبتي حاضر. تابعينا يا دوني ما شاء الله عليها، الله يحفظها ويحافظ عليها. وان كنت بحبش تقولي الكلام ده على الاعلام ولا على مرأى الناس لان ده في حسد يا دنيا، ربنا يحافظ عليك ويحفظك ويدوم عليك العبادة. لا هتصلي الفجر عادي لأن قيام الليل بيبقى بالليل بس، ربنا يبارك فيك وتكملي بقى في الأيام العادية قيام الليل إن شاء الله. بالنسبة للصور اللي بتتعلق على الحيطان علقي زي ما أنت عايزة صور، لأن إحنا لا نعظمهم ولا نقدسهم ولا نعبدهم، وده الفهم الخاطئ السقيم. لما قالوا لنا حرام تعلق صورتك انت ومراتك، يا عم انا هعلقها يا عم، والله انا ما بقولهاش الله اكبر انا هصلي ركعتين لمراتي، انا يعني بحطها ذكرى. لما الدكتوره اول ما فرجتني شقه جديده ومعلقه صوره ابوها وامها وستها رحمه الله على الجميع، هي ما بتعبدهمش وما بتقدسهمش، ده نوع من انواع التكريم، من انواع الحب، من انواع الذكريات العطره، وهذا أمر لا شيء فيه ولا مخالفة شرعية. علقوا زي ما انتوا عايزين وافتحوا زي ما انتوا عايزين ما دام لا الأمر لحد التقديس ولا التعظيم. أنا بقى طيب ناخد التليفون وبعدين أقول اللي كنت عايزة أقوله. يا آية. أيوه أهلا بيك يا آية، اتفضلي. أنا عايزة أكلم في قضية الشيخ لو سمحت. اتفضلي معاكي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه سيدي احمد علل الصوت بعد اذنك. اختي مش حابه يعني احنا والدنا منفصل عن والدتي. نعم. واختي الصغيره يعني دايما بترفض ان هي يعني بتكلمه، بس مش زي ما احنا انا واختها الكبيره يعني بنكلمه، وحاولنا كتير نكلمها ان هي تكلمه كويس وتنسى اي حاجه تانية عملها يعني واحنا صغيرين وكده، بس هي مش قادره ان هي تكلمه، فهي بتطلع بقى ذكا وكده عشان هي نختار. يعني هل كده في حرمانيه؟ حاضر 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 تابعينا. الله سبحانه وتعالى أمرنا ببرهم وبودهم وبالسؤال عنهم دون محبتهم. قال إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن ما تكلمهوش؟ لا لازم تكلميه. طب الزكاة تنفع تبدل ده مكان ده؟ لا لازم تسألي عن أبوكي، ولازم دايما تبري أبوكي. ما بقولكيش حبيه حتى إذا كان مقصر معاها في المسؤولية، حتى وإن كان قد قصر، لأن حسابه على الله وليس حسابه بأيدينا. ولو فتحنا للأبناء أن يحاسبوا آبائهم فتحنا باب فساد وإفساد في المجتمع. إحنا بنقول لكل واحد، لكل أب سمعنا دلوقتي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
اعلم انك ان قصرت في حق ابنك ولابنتك. مرة واحد قال لي ايه، اصل ربنا ما وصناش عليهم لكن وصاهم هم علينا. قلت له ده ادهى. قال لي ليه؟ قلت له معنى كده ان الذنب اللي عليهم معلوم، لكن انت لما ربنا ما وصكش لان الاصل فيك الرعاية، وده معنى كده ان الذي يقتص للابناء من ابائهم وامهاتهم هو الله سبحانه وتعالى. فاللي بيظلم ابنه مظلمته امام الله، واللي بيظلم بنته مظلمته امام الله، واللي بيهين ابنه او بنته او يأثر في مسؤولياتهم مظلمته امام الله. فيدور هيقول لربنا ايه، وهيخدع ربنا ازاي، وهينكر على ربنا ازاي، وهيكذب قدام ربنا ازاي. والله سبحانه وتعالى حكم: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. معاكي تليفون ولا دي الرسالة التانية؟ لا معانا تليفون. طيب أم حمادة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الحمد لله بخير. احنا بنحبك في الله، بنحبك جامد قوي. انت الشيخ، ربنا يكرمكم يا رب. ربنا يخليك يا رب، كل سنة وانتم بألف خير. وانت طيبين. أنا عايزة بس أسأل الشيخ بس على سؤال. اتفضلي. أنا أول مرة أتكلم، فمعلش يعني. نورتيني. لا نورتيني، اتفضلي. الله يخليكي. أنا بصي بنتي يعني ربنا يعلم بحالتها، ماشي، وهي ظروفها تعبانة جدا. وهل ده ابتلاء من ربنا ولا مش ابتلاء؟ صحيا ولا عندها مشاكل في حياتها؟ عندها مش لا صحية وعندها مشاكل في حياتها جامدة، ماشي، وظروفها على قدها، بتربي عيال أيتام ومتجوزة واحد تاني فهو بيربي عيالها. تمام. فظروفه مش سامحة خالص. هو عايز بس يعني أي مساعدة، إن هو يجيب توك توك، أي حد يعني يساعده يجيب توك توك بس عشان يصرف على عيالها، عشان هما مش عارفين حد يوديهم المدرسة. تمام، حاضر. سيب لنا طيب رقم تليفوني. طيب. أقول لك الرسالة التانية. قول. الرسالة التانية بقى مهمة جدا وخاصة بموضوعنا. اللي هو البيوت لها حرمة. وحرمة البيوت عند الله أشد حرمة من الكعبة. خدي بالك، لما نهينا الحلقة اللي فاتت لو تفتكري، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى إيه؟ تستأنسوا. يعني إيه تستأنسوا؟ لا يدخل بيتك إلا من تأنس به ويأنس بك. مش لا أي يدخل حد. بيتك إلا الحبيب، القريب، الصديق، الوفي، المؤتمن. لا يأكل طعامك إلا التقي، النقي، الذكي، اللي هو ليه شروط. عشان تحطي يعني إيدك الكريمة دي معايا أنا في طبق واحد، ليه شروط. أول شرط، إذا هنأكل مع بعض، خدوا بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، عارفين ليه؟ لأن النبي قال إن أخو الزوج ما يخشش بيتك في غياب زوجك. وقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. قيل: وما الحم يا رسول الله؟ قال: أخو الزوج. سيبونا البيوت لما فتحت على مصراعيها بدون ضوابط وبدون حدود، خربت. انتشر زنا المحارم، انتشرت الخيانة، انتشر النفاق، الشقاق، سوء الأخلاق. مفيش حاجة اسمها بنت عمتي واخدها بالحضن وابوسها وأهلا وسهلا وحشاني، لا. في حاجة اسمه إسلام، وفي حاجة اسمه دين، وفي حاجة اسمها تعاليم. فمعنى حضرتك نخش في بيتي وتاكلي اللقمة دي أو أكل اللقمة دي عندك، يبقى خلي بالك: أجعل عرضي فداء لعرضك، وإن رأيت فيك مضرة شتت شملي فيك لأجمعك، وأضر نفسي من أجل أن أنفعك. ثلاث شروط للي عايز يأكل مع حد لقمة. وطبعا الوقت ده هم الوقت انتهى، ونكمل ان شاء الله لو عشت وكان لي عمر. كل سنه وحضرتك بألف خير يا رب. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اسال الله العلي القدير في هذه اللحظات المباركات ان يحفظ مصر واهلها، وان يحفظ مصر وجندها، وان يحفظ مصر وشعبها، وان يحفظ مصر وازهرها، وان يحفظ مصر وكنائسها، وان يعيد هذه الايام على مصرنا الحبيبه حكومه وشعبا بكل خير ويمن وبركه. اللهم امين. امين امين يا رب. كل ما بتكون بشرتنا صافية وصحية، كل ما جمالنا بيبان أكتر. عشان كده من أكتر الحاجات اللي بنهتم بيها هي جمال بشرتنا. ومش بس جمال البشرة هو اللي بيظهر جمالنا وثقتنا في نفسنا، كمان جسمنا
كل ما وزننا يبقى مظبوط اكتر ومفيش اي مشكله، كل ما جمالنا يبان اكتر. النهارده في فقرتنا هنجاوب على اسئله حضراتكم اللي بعتوها لنا الخاصه بالبشره وبالجسم، وهنعرف ازاي نقدر نحافظ على بشرتنا وازاي كمان نقدر نحافظ على وزننا مع الدكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، دبلوم التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. دكتور أهلا بيك وكل سنة وحضرتك بألف خير. أهلا بيك وكل سنة طيبة. يعني ناس كتير بقى في بداية السنة وهم داخلين على السنة الجديدة، ويعني بيبقى فيه تجمعات عائلية وأصدقاء مع بعض، وكل بيبقى عايز بشرته تبقى كويسة وشكله صحيح. يبقى لطيف وجسمه يبقى كويس، وده مش بس في بداية السنة، ده المفروض انه يبقى طول السنه. خليني اقول لحضرتك الاسئله اللي جات لنا، لان الحقيقه في اسئله كتيره قوي موجوده معانا خاصه بالبشره وبجمال البشره وبمشاكل البشره. اول سؤال اللي موجود معانا النهارده، هي بتقول عندها 20 سنه وعندها خطوط رفيعه وتجاعيد بتظهر في وشها، والمشكله دي ممكن تكون مضايقاها جدا، يعني جربت حاجات كتير قوي لكن مع الاسف مفيش حاجه جايبه نتيجه. بصوا، السؤال ده شائع قوي وناس كتيره جدا بتسال عليه، بس كان زمان كان دايما السؤال ده بيجي من السن فوق ال 35. طبعا عوامل البيئه والاتربه والتلوث، كمان اشعه الشمس الضاره، كل ده اثر بان نشوف في السن الصغير كمان ابتدى يظهر خطوط بيضاء. طيب السؤال ده لانه اتكرر كتير قوي، فانا كنت حابب النهارده في حلقتنا ان احنا يبقى ما نقولش كلام نظري، نقول كمان كلام عملي. تعال نروح لليابان. في اليابان هناك اتعملت ابحاث كتيره جدا عن حاجه اسمها كوجيك اسيد. الكوجيك اسيد ده بيمنع تكون حاجه اسمها تريبسين. لما بيمنع تكونه في الحاله ديت، انا اديت للبشره بتاعتي، اديت لها النضاره واديت لها كمان عدم ظهور الخطوط البيضاء، مش هتظهر اصلا من الاساس. طيب خلينا نترجم ده بشكل عملي علشان برضو كل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا. النهارده بقى موجود في مصر كريم مسجل في وزاره الصحه، كريم مكوناته كلها من الطبيعه، ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، علشان ناس كتيره جدا بشرتها حساسه، لما بيجي يتحط عليها اي حاجه كيميكالز من الحاجات الكوسموتكس او مصاعد التجميل بتعمل مشكله كبيره وحساسيه واحمرار في الوش ده حقيقي وحروق وحاجات كده. ده حقيقي، فاحنا مش عايزين نعالي حاجه بحاجه. خلينا نشوف اول في بدايتنا النهارده في الحلقه، ده الكريم اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كريم الغسول، معلش اسمه ايبافيد. الغسول ده هنبتدي بيه ان اول حاجه في مكوناته في الكوجيك اسيد. فالنهارده انا اديت للبشره بتاعتنا، اديت لها حفاظ من ظهور العلامات التجاعيد. يعني ده غسول للبشره؟ ده غسول للبشره اللي هو زي الميه بالظبط. احنا ممكن نستخدمه في اربع استخدامات للبشره. اول حاجه نستخدمه كغسول، والغسول طبعا بنحطه من دقيقه لدقيقتين على بشرتنا، وبعد كده ينفيه نغسله بميه فتره كده. احنا استخدمناه اول استخدام ليه اللي هو الغسول. طب تاني استخدام ليه هنستخدمه كسكراب. طبعا احنا النهارده بشرتنا من على مدار اليوم بتاعنا بتكون عليها خلايا ميته كتير، وفي نفس الوقت كمان بتبتدي من خلال التلوث اللي احنا بنتعرض ليه في بعض الاشياء الصلبه الصغيره اللي ممكن احنا في البدايه ما نشوفهاش بتبقى موجوده كمان على بشرتنا. فممكن نستخدمه كاسكراب ان احنا بنحطه على وشنا ونبتدي ندعك بحركه دائريه على البشره، طبعا بلطف، مش ليفه هي هنقعد ندعك جامد كده، لا بلطف، وبعد كده نبتدي نغسل وشنا بالايد عادي كده ولا بالكوتون بتاع الميك اب؟ ممكن يا الكوتون او لو ايدينا نظيفه بنبتدي ان احنا بحركه دائريه كده بنحرك باطراف ايدينا عاليه. هو تقريبا هو ده اللي موجود معانا بالظبط، ده الايبافيد. الحاجه الثالثه كمان اللي ممكن نستخدمها كقناع، ان احنا بنبتدي نحطه على البشره ونسيبه من 20 ل 30 دقيقه على بشرتنا، ده الاستخدام الثالث ليه. جميع الخلايا الميته اللي على بشرتنا من خلال القناع دوت بيبتدي انها تزال تماما. طب انا هسالك سؤال خاص بالموضوع ده، ماشي. لان انا في شويه حاجات بتبقى قلقاني انا شخصيا، يعني ماشي. في بعض المنتجات اللي ممكن تكون بتظهر بتدي نفس النتيجه بس بتعمل حاجه سيئه جدا جدا جدا، يعني لفتره معينه بتدي تقشير في البشره، يعني تحس ان البشره مليانه قشر كده وشكلها مش لطيف خالص. ده حقيقي، لان هي بتبقى عليها كيماويات وبتبتدي انها تاثر على خلايا البشره الطبقه الاولانيه من البشره، فبتدي التقشير بيبتدي يعمل لك زي قشره بيضه خفيفه. هو ده الخطوط. ده الخطوط بالظبط في التجاعيد، احنا شفنا تاثيرها ده قبل وبعد، اللي هيبقى على ايدينا الشمال ده قبل استخدام الايبافيد، وبعد الناحيه الثانيه ده بعد الاستخدام. طب احنا هنستخدمه قد ايه؟ هل هي مره مرتين ثلاثه؟ لسه هقول لك، يعني النتيجه دي اللي قدامنا
بعد قد ايه تظهر؟ النتيجه دي بتظهر بعد 6 اسابيع، استخدمنا لست اسابيع. 6 اسابيع ان شاء الله. يوميا بقى يعني ولا ايه؟ يوميا الغسول بنستخدمه يوميا، كل يوم الصبح اول ما بنصحى وبالليل لما بنيجي ننام. لو احنا هنستخدم طريقه الغسول، لو هنعمله قناع ممكن نعمله مره في الاسبوع. وفي الحالتين 6 اسابيع هيجيبوا النتيجه دي؟ 6 اسابيع هيجيبوا النتيجه دي. أوكي. الحاجه المهمه جدا كمان دلوقتي اللي كتير جدا من البنات والسيدات بيعانوا منها، موضوع ان بشرتهم بتغمق، فتلاقي لون البشره لون والجسم الداخلي لون تاني، ودي بتبقى منظر غير محبب بالنسبه للسيدات. فكان يهمنا كمان ان في الايفابينت ان هو يكون بيفتح البشره. فده موجود برضو في الغسول بالظبط. احنا لو شفنا المكونات، يعني عايزين برضو الشاشه تجيبنا على المكونات، تقلي صعبة برضو مكتوبة هتيجي. طيب هي من ضمن المكونات كمان اللي موجودة فيه، في فيتامين سي وفيتامين بي. فيتامين سي طبعا معروف تأثيره على البشرة ان هو بيديها انتعاشة، وفي نفس الوقت كمان فيتامين سي بيعمل ريجينريشن للخلايا بتاعت بشرتنا انها تتجدد. موضوع تجدد الخلايا للأسف ناس كتيرة جدا بتهمله، ان انا لازم فعلا بشرتي ابتدي اجدد الخلايا بتاعتها، لان بتبقى في خلايا كتير ميته بتاثر على تغذيه الخلايا الحيه. فانا النهارده لما هجدد البشره بتاعتي انا كده استفدت 4 حاجات، خلينا نقولهم مع بعض. اول حاجه ان انا تخلصت من ظهور التجاعيد، دي هتبقى رقم 1 معانا النهارده، مش هيبقى فيه تجاعيد، فنقدر ان احنا بكل امان وبكل ثقه نبتدي نظهر حتى في مناسباتنا زي ما انت قلتي، او حتى انا لما هشوف نفسي في المرايه اكتر حاجه هتزعجني هي ظهور التجاعيد. طبعا بالظبط. الحاجة التانية ان انا وشي يبقى منور. مش معقول اكون داخل على حد وانا حاسس مطفية. ان انا مطفي. بالعكس النهاردة انا في ايدي ان انا اكون وشي منور في اي حتة انا بظهر فيها. كمان بتدي ثقة للبني ادم وتدي له كده روح حلوة انه لا بشرته صافية وكويسة، وثقة بالنفس طبعا. صحيح. كمان من الحاجات المهمة جدا كمان انا تخلصت من كل الخلايا الميتة اللي موجودة عندي. فالنهاردة بشرتي هيبقى على طول الخلايا بتاعتها متجددة وكمان نظيفة. اخر حاجه بقى معانا في حاجه في الرابعه اللي هي في الايفابيد اللي هي تفتيح البشره. انا بشرتي هتبقى واخده نفس اللون بتاع جسمي من غير تقشير. من غير تقشير، انا بقشر التقشير الخفيف. مش التقشير الكيماوي اللي هو بلاقي بعديها بشرتي محمره، او بلاقي بعديها بشرتي ابتدى يسر فيها خلايا كأني او قشره بيضاء او جروح. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لو خدناها بالميزان بتاعها هنوصل للحاجه الطبيعيه اللي احنا محتاجينها. تمام. عندها 30 سنة وعلى طول بيظهر لها بقع غامقة وهالات سودة، ممكن تعمل ايه؟ برضو سن صغير يعني 21 و30 سنة، يعني بيبقى صعب قوي ان الحاجات دي تظهر في وقت بدري قوي كده. انت سؤالك حلو جدا وهو مكون للسؤال الاولاني اللي سألتيه. بعد الغسول بالتبعية لازم هنبقى محتاجين كريم. طبعا احنا النهاردة لما بنتكلم لازم نقول يا جماعة ما ينفعش ان انا اغسل بشرتي واسيبها كده متعرية للهواء، لازم احط لها كريم. الكريم هيعمل لي ايه؟ هيرطب لي البشره، في نفس الوقت هبتدي ان انا افتح لي البشره بتاعتي. كمان النهارده تاثير لحاجه اول مره النهارده تكون في مصر وتكون موجوده في كريم التيتانيوم. وده من كريم التفتيح ميلا. احنا بعد ما غسلنا الغسول هنبتدي نحط كريم التفتيح ميلا، وفي عنصر التيتانيوم. التيتانيوم دوت كل الابحاث العالميه اللي اتعملت عليه ان هو بيخش على البشره يديها درجه افتح من البشره بتاعتها. فبالتالي النهارده انا لو بشرتي غامقه وبشرتي ابتدى حاسس فيها ان في ابتدى جسمي فيه لونين، هبتدي بعد الغسول احط كريم ميلا. ده الكريم اهو. السؤال برضو اللي هتساله لي النتيجه هتظهر يا دكتور بعد قد ايه؟ كله بيدور النهارده على النتيجه. طبعا وكله عايز النتيجه وقتيه، يعني احط واشيل الاقي واحد نفسي واحده ثانيه. صحيح. طيب موضوع التاثير هيبان بعد قد ايه؟ على حسب نوع بشرتك وعلى حسب انت درجه الغمقان بتاعت بشرتك كانت واصل لغايه فين. ناس بتهمل بتقعد فتره طويله مهمله في نفسها وبعد كده بتفاجئ بالمشكله. مبدئيا انت بتظهر النتيجه المبدئيه ليه في خلال 6 اسابيع. يعني 6 اسابيع من الاستخدام اليومي لكريم ميلا. يعني هما الاثنين تقريبا زي بعض. ما هو الاثنين متوازيين مع بعض، انا هغسل بالغسول اللي هو الايفافيد وبعد كده هكمل عليه بالكريم ميلا. تمام. هننقل على حاجه ثانيه خاصه بالتجميل برضو، بس مش في البشره، هنا في الوزن. بتقول وزنها 96 كيلو، عندها انيميا، هل لو خدت الالياف جسمها يعني هيستفاد بالعناصر الغذائيه اللي فيه ده، ولا عشان الانيميا مش هيجيب نتيجه معاها؟ طيب هي كده كده الانيميا لازم هتاخد حديد، ده عنصر اساسي ليها جدا بالنسبه لانقاص الوزن.
فالالياف الفايبرز عالميا هي نمبر 1 النهارده لما بنيجي نقول تخسيس. وخليني بالمناسبه النهارده نرفع يعني شعار او حمله بنكون خلال برنامجك النهارده، يا جماعه اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا ارحمونا من انظمه التغذيه القاسيه، لانها في النهايه هم بيحرموا نفسهم من كل حاجه بالظبط، وبعدين يرجعوا بعد كده بقى يبقى عندهم شهيه مفتوحه يعني وعايزين ياكلوا كل حاجه يوميا. بيجي لي حالات من الناس اللي بياخدوا نظام قاسي وبنتفاجئ بعد كده عندهم مشاكل في الضغط، عندهم مشاكل في القلب، عندهم مشاكل في الكبد، مشاكل كثيره جدا وامراض كثيره جدا نتيجه النظام الغذائي القاسي. ما تفرحش بالنتيجه بتاعت اول اسبوع، شوف اللي بعد كده التبعيات بتاعته. طيب الفايبرز هتنزل وزني؟ اه هتنزل وزن، بس انا بديك حاجه متوازنه اللي هي اولا هتسد الجوع بتاعك فانت هتفضل شبعان. هي نفسها الفايبرز عباره عن الياف نباتيه وفواكه، فبالتالي الفيتامينز هتاخد تغذيه منها، هتاخد تغذيه منها. تمام. طيب استاذ جمال راجل اهو ماشي بيقول لو خدت الالياف واستمريت عليها ممكن اخس في الاول وبعد فتره جسمي ياخد منها مناعه ووزني ما ينزلش، يعني الاعتقاد اللي هو عند بعض الحاجات اللي ممكن شخص يعمل دايت يخس بسرعه في الاول وبعد كده وزنه يثبت، او ياخد بعض الادويه فجسمه يبتدي ياخد عليها فما تجيبش بعد كده مناعه. كنا لسه بنتكلم على الموضوع دوت، ان الجسم نفسه بتاعنا عباره عن الميكانيزم بتاعه عباره عن كل حاجة هنبتدي ناخدها يا بيستفيد منها يا بيخرجها بره الجسم يا بيحولها لدهون. لما بنتبع نظام غذائي قاسي أو بناخد أدوية كيماوية الجسم بعد فترة ما بيستجبش ليها، وفترة قصيرة جدا. فاحنا النهاردة لو خلاص قررنا إن احنا ننزل في وزننا أول حاجة لازم نعملها نظام غذائي يكون متوازن، والحاجة التانية اللي لازم نكون متأكدين منها إن احنا لما بناخد حاجة لإنقاص الوزن تكون حاجة تفيد جسمنا ما تضرش جسمنا. طيب خلينا ناخد التليفون ونقول بقية الأسئلة. مدام رشا أهلا بيكي، اتفضلي. ازيك يا أستاذة ربيع؟ الحمد لله بخير، كل سنة وأنت طيبة وحضرتك بالصحة والسلامة. اتفضلي. بيقولوا لي أنت خدتي الألياف مش كده؟ أه خدتها بقالي شهر كده بالظبط. طب قولي لي خسيتي قد إيه؟ خسيت 7 كيلو. طب حلو، كان وزنك قد إيه بقى؟ كان 108 بقيت 101. قولي لي جابت معاكي نتيجه من اول يوم؟ حسيتي ان انت شبعانه وان كمياتك في الاكل قلت، ولا بعد فتره، ولا بعد اسبوع، ولا ايه؟ لا في الاول كنت حاسه ان في جوع شويه، بس بتيجي ان انت تحاولي تقولي عايزه اكل ولا حاجه ما بتلاقي نفسك بتبقى مسدوده. ما بتقدريش تاكلي نفس الكميات اللي كنت بتاكليها؟ لا 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 نهائي صراحه. طيب انا كنت عايز اعرف منك دايما كل واحد لما بيبتدي ياخد ويفكر ان هو ينزل في وزنه وياخد حاجه مثلا دواء ممكن يفكر ان هيحصل له صداع او حالته النفسيه تتاثر او اي اثار جانبيه مع الالياف الطبيعيه، حصل لك اي حاجه من الاثار الجانبيه دي؟ لا لا ولا حاجه خالص، وفعلا كان بيحصل كده لان انا قبل كده كنت واخده انواع براشين مختلفه. خدتي قبل كده ادويه؟ قبل كده خدت كذا نوع بس كان برشامات براشين. فعلا كانت بتنزل بس كان بحس بدوخه وصداع، بحس ان انا ما فيش تركيز خالص. ساعات بيجي حاله اكتئاب. ده اكل كبير صحيح، مش اي حاجه من دي نهائي. طب الحمد لله. طيب انت لما خسيتي ال 7 كيلو حد قال لك وشك حصل عليه تاثير؟ لا 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 ولا حاجه خالص. طب ال 7 كيلو بانوا على انت حسيتي ان انت مرتاحه اكتر، نفسك افضل بكتير؟ انا كنت لما بنزل اعمل اي مجهود او اودي اولادي دروس وحاجه زي كده كنت بحس ان انا مش قادره امشي حتى. استمري بقى. بحس بنهجان. عايزه تخسي قد ايه؟ يعني نفسي يبقى 70 75 80 ان شاء الله توصل. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ناخد استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. اولا انا تابعت المنتج ده عن طريقك انت، وانا طبعا بثق في قناه النهار وفي المدام لميا، ربنا يخليك. كنت طبعا انا مواظب على طول مع الدكتور مع الشيخ محمد ابو بكر وكده. انا بس عايز اقول ان المنتج ده كويس في حاجتين. اتفضل. الحاجة الأولانية إن هو ملوش أعراض جانبية. الحاجة التانية إني أنا ما بروحش للدكتور وحجز وكده. أنا أخدت المنتج ده من حوالي شهرين. أنا وابني. تمام. وأنا واخده عشان ابني أصلاً وزنه 100 كيلو. وكده وكان عايز ينزل. فهو نزل في حوالي شهرين 7 كيلو. وأنا أخدت حوالي شهر واحد نزلت 3 كيلو. طب كويس. واخد بال حياتك؟ كويس. أنا بس برضو
عايز الشركة أو الدكتور يكون في متابعة، دي بس أهم حاجة إحنا عايزينها. حاضر حاضر إن شاء الله. إنما هو كويس يعني، أنا صراحة شايف إن هو حاجة كويسة ومفيدة يعني. أنت بتاخده مرتين في اليوم، في الغداء وفي العشاء؟ أنا أخدته مرتين بس أنا بطلت صراحة عشان المية، عشان أنا كنت بشرب وراه مية والمية بتتعبني أصلاً. أنا ما بشربش مية كتير، إنما ابني بياخده مرتين في الغداء وفي العشاء، ونزل 7 كيلو هو. بس حضرتك حضرتك بطلت تاخده خالص؟ انا بطلت بصراحه لاني انا وزني مش بس كنت بتشجعه. انا كنت باخده لابني عشان كنت بشجعه. اه تمام حاضر. وبعدين انا اصلا اخدنا كان في اوفر ساعتها، اخدنا 3 كورسات وكده، وبعدين دلوقتي خلصناهم وجبنا واحد تاني. طيب بشكرك يا استاذ ابراهيم. تابعوا الناس بقى. حلو المشاركه. طبعا طبعا حلو المشاركه يعني طبعًا. حد ان هو بيشكر بيشارك ابنه او مثلا زوجه طبعًا. بتشارك زوجها طبعًا. دي حاجه كويسه بعض. طبعا طبعا وانا خدت بالي انه تقريبا حسب كل جسم يعني، في حد 7 كيلو في الشهر، في حد لا خس في شهرين 7 كيلو، فتقريبا حسب قدره كل واحد وحاجه او حسب استجابه جسمه للمنتج نفسه طبعًا. او في انديفيدوال فاريشن ما بين شخص لشخص، كل واحد بينزل على حسب استعداد الجسم بتاعه. بس في الاول والاخر والنهايه برضو دايما نقول يا جماعه يا جماعه يا جماعه، الالياف الطبيعيه عنصر مساعد، لازم في الاساس نظام غذائنا يكون متوازن. ما ينفعش ان انا النهارده اخد الياف واقول خلاص انا كده عملت الدور اللي عليا، لا. انت عليك دور تاني اكبر، ان انت الاكل اللي انت بتاكله لازم يكون صحي ومتوازن. برضو لاحظت ان السيدات دايما عشان هي تبقى يعني متوصيه بجوزها قوي، فساعة الغداء تحط طبقين، جوزها يحط تحط له طبق كبير وهي تحط لنفسها طبق صغير. طب ما هو كده يعني لو الاكل شهي هياكله وهيتخن وهتلاقي المشكله تانية اكبر. فحاولي دايما يكون الاكل دايما اللي اسرتك كلها يكون متوازن. طيب سؤال مهم جدا بيساله استاذ مصطفى، بيقول انا باخد الالياف والحمد لله خسيت 5 كيلو في اسبوعين، سؤالي بقى بعد ما اخلص الكورس وزني هيرجع يزيد تاني ولا هيثبت على كده؟ بص، هو السؤال ده اتكرر كتير قوي، لان كل واحد فاكر ان هو خلاص طالما خس ان هو مش هيرجع يتخن تاني. فبرضه بقول لكل المشاهدين بتوعنا بالظبط، انت النهارده لو رجعت نظامك الغذائي القديم مره تانيه جسمك هيتخن مره تانيه. فلازم ان انا النهارده طالما خسيت لازم ابتدي احط نظام لاكلي امشي عليه. تمام. شيماء بتقول انها خدت الالياف مبسوطه جدا منها لانها ظبطت لها السكر. سؤالها بعد ما تخس وتوصل للوزن اللي هي نفسها فيه، هل ينفع تستمر عليه عشان تبقى مظبطه لها نسبه السكر برضو ولا لا؟ ممكن تستمر عليه، هيبقى في وجبه الغداء بس، هتستمر عليه مره واحده في اليوم. تمام. استاذ سعيد بيقول عندي الكبد وعايز اخس وخايف ياخد اي حاجه عشان ما تاثرش على الكبد وعلاج الالياف، امنه ضد الكبد ولا لا؟ موضوع الكبد ده الحقيقه منتشر جدا، ناس كتير قوي بتاخد اي حاجه الحقيقه. ده حقيقي، لان اي حاجه كيماويه بتتاخد على طول اول تاثير ليها بيبقى في الكبد. فانا احب اطمنك، الالياف هي عباره عن منتج طبيعي 100%، ما فيهوش اي ذره كيماويات نهائيا. هو معمول بطريقه النانو فايبرز، واخدين مكثف من النباتات والفواكه جوه الكيس اللي هو انت بتاخده بتاع الالياف الطبيعيه، فتقدر تاخده وانت مطمن تماما. وفي دكاتره امراض كبد كتير جدا بتوصفه للمرضى بتوعهم اللي بيبقى عنده دهون على الكبد او عنده زياده في الوزن. تمام. عايز اقول لك كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. وسنه سعيده عليك يا رب. وبشكرك جدا واشوفك على خير ان شاء الله. ان شاء الله، وكل سنه وكل الساده المشاهدين طيبين. عايز اقول لحضراتكم كل سنه وانتم بالف خير، يا رب تكون بدايه سنه سعيده على الكل. وعايزه اقول لكم تجربه، هي تجربه شخصيه ليا انا في بدايه السنه الجديده. في سنه من السنين الساعة 12 إلى 5 بالظبط مع بداية دقات سنة جديدة اتوضيت ووقفت على سجادة الصلاة، وكان جوايا إصرار فظيع إن السنة تيجي على الساعة تيجي عليا 12 بالليل ودقايق من بداية السنة الجديدة، وأنا ساجدة وبشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء حصل لي في السنة اللي فاتت، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى إن يكتب لي كل الخير في السنة الجديدة. والله 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 كانت أحلى سنة عدت عليا في حياتي. فالسنة دي أنا هعمل كده مع بداية السنة الجديدة، هكون ساجدة شكر لربنا سبحانه وتعالى. يا ريت تعملوا كده وتجربوا قد إيه حلاوة القرب من ربنا في بدايات ساعات جديدة من سنة جديدة، هيفرق كتير قوي قوي.
كل سنة وحضراتكم بألف خير، هشوفكم إن شاء الله السنة الجاية على خير. سلام عليكم. Thank you.